هذه صدفة احنا جينا فيها زين لقيناهم يبيعوا كاينة الأسعار تناول تناول الجميع. والأسعار كيف راهي؟ بالنسبة للأسعار احنا شريناها ب 50,000 سكر. كيما تناول الجميع. كيما البارح كيما اليوم. كيما البارح كيما الولابس كيما عنمو كيما الماشي راهي يدي فيها والحمد لله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم السيد عبد القادر بوداليا المنسق البلدي للمنظمه الوطنيه لشباب الجزائر. يعني بغينا نفندوا واحد الاشاعات على بال الزياده تاع المواد الغذائيه ولا منها ماده التسميد والفرينه اللي كان لهم يقولوا باللي زعما كاين احتقار في السوق في ولايه تيرت. يعني الحمد لله يعني تشوفوا بعينيكم يعني الحمد لله السعر متناول الكميه متوفره يعني ما كاش اشكال كاع يعني هاكتو لنا ساعيده معمره الشعب يدي ما عندنا كان حتى اشكال يعني هاكتو لنا سيدي المواطن يعني ب 500 دينار يعني الحمد لله يعني السعر المعقول. الميساج اللي نديرو حنا نطلبوا من نطلبوا نداء نديرو نداء لخاوتنا المواطنين يعني يعني راه كل شيء كاين يعني ما يطيحوش عليها باي واحد يدي سكواره يدي 20 هذا هو الاشكال. هذا الاشكال اللي دار المواطن يعني كل شيء كاين انتوا كاع الناس تدي زوج ويبقى والله يبقى يعني انا ندورو شفنا الحمد لله ما شاء الله كل شيء راه كاين يعني. ونشكر خاصه نشكر الاخ وهراني الحاج وهراني يعني هذا فاني معروف هنايا صاحب محلات كبرى هنا في تيرت يعني الحمد لله يعني ما شفناهش خالف حتى ولا كان زياده تاع 1000 2000 ما ضرش المواطن يعني وراه يبيع من الشاحنه ديريكت للمواطن. نشكر قناة الأوراس على التغطية يعني راني اشترى البارح وكانت توافى مع الناس تاع الخضرة والفواكه واليوم مع السميد يعني حاجة مليحة ما تدي للواقع تاع المجتمع تاع الحي تاع المواطنين على المباشر. شكرا. السلام على اشرف المرسلين. سعيد وهراني كلف الاعلام اتصال على اتحاد التجار والحرفيين لولاية تيرت. احنا نقولوا من هذا المنبر للمواطنين الاولى انهم ما يهولوش الامر وانهم يستوكوا سلعه ويشروا بزاف راهي الامور سلعه تدخل يوميا ورانا نمولوهم والسلعه اللي تدخل راهي تخرج كامل كذلك. هي كي يكون العرض كيف كنا احنا نقولوا الطلب بزاف يستغلوا بعض التجار نقول ما نقولوش الاغلبيه بعض التجار يستغلوا هذه الفرصه ويزيدوا. احنا نقولوا ثاني لهذا التجار ينعلوا بليش ويبيعوا كما كانوا قبل ويحاولوا انهم حتى ينقصوا حتى من الفائده تاعهم الى قدروا السلعه والسلعه راهي كاينه راهي متوفره هي الماده الاوليه من الفرينه الزيت السكر ركشتهم الزيت راه سيكوندو 52 السكر راه 6500 الفرينه راهي 50 55 الحد الادنى تاعها ورانا دايرين مبادرات واحد اخرين اننا رانا نمولوا حتى في البلديات النائيه خاطش ما يمكنش انه واحد من المنطقه تاع سيدي عبد الرحمن ولا مادنا ولا انه يجي الكرمس يشري سفاره تاع فرينه ويكري لها لوطو 30 ولا 40 شحال تستقام له. حنا رانا نحاولوا نوصلوا لهم نحاولوا نشوفوا مع الحوانت اللي فما ونوصلوا لهم الفرينه بال 100 قنطار ولا ويدوها بسعر معقول. رانا اتصلنا ببعض الجمعيات وبعض الاخوان وقال لك نساهموا في هذا الامر وكما اليوم رانا دينا العين ذهب دينا المدرسه دينا هذه واش نقول والسلعه راهي متوفره. احنا نطلبوا من السلطات انهم تخلي احنا الترونسبور برك يمول الولايه
ورانا في الخدمه، احنا مديورين برك الخدمه تاع المواطن.